خلينا نكمل ذنبي. بالنسبة لل LVDT متذكرين المرة الماضية رسمنا رسمة تقريبية. حطينا هون البرايمري وحطينا هون السكندري. بعدين هون عندي في الوسط راح يكون المكان راح تمر منه الرود، والرود لازم تكون فيروماجنتيك. راح ارسم الرود. هلا فيش قوانين، في قوانين وفي رولز اوف ثم قديش طول الرود هذا راح يكون، بس خليني افترض انه الرود طولها تقريبا مساويه لطول واحد من الكويلز تقريبا. لاحظين هاي الرود، هذا كله هاتشت من هون لانه انا قصيت كاني قصيت الكور الفورمر. دكتور هذا زي الستاندرد ان الرود يكون طوله طول الكويل؟ لا لا لا، هو في 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 يعني في تفاصيل كثيره قديش لازم يكون الطول وهذا، بس انا راح افترض انها مساويه لهذا الطول. يعني تقريبا فرضت انا انه طول الرود هاي الماده ايش لازم تكون اللي معمول منها الرود؟ فيرومغنتيك. راح تعمل كابلينج ما بين البرايمري والسكندري والبرايمري والسكندري. فكانه هون عندي بقدر افكر بالبرايمري كانه كويل، هذا البرايمري راح امرر. ايش الكرنت اللي لازم امرره في البرايمري؟ ايش لازم اي سي؟ اذا مررت دي سي راح يتكون عندي فلكس، بس ما راح يطلع عندي فولتج من الـ من السكندري هون والسكندري هون، لان ترانسفورمر اكشن الجزء الثاني منه ما بيشتغل اذا كان اي سي. الجزء الاول بيشتغل بس الجزء الثاني ما بيشتغل، اللي هو حسب اي قانون؟ فاراديز لو. تمام، اتذكر دائما فاراديز لو. حتى يتكون عندي فولتج لازم يتغير الفلكس، لازم هذا الفلكس يتغير حتى يتكون فولتج بالسكندري. هلا البرايمري راح يعطيني فلكس اذا كان دي سي، ما فيش مشكله ثابت. تمام، اذا حطيت انا دي سي فولتج على البرايمري راح يتكون فلكس هون وكونستنت قيمته الفلكس. فلما باجي باخذ دي فاي على دي تي لكونستنت فلكس قديش راح يعطيني فولتج؟ زيرو. لكن اذا كان هذا هون حطيته اي سي راح يعطيني فلكس متغير هون، مزبوط؟ وهذا مبدا عمل الترانسفورم. اذا هون حسب فرادي ما راح يطلع عندي اذا كان من المرحله الثانيه. اذا عندي نفترض عندي هاي البرايمري، هاي واحد من السكندريز نسميه اس 1 وهي السكندري الثاني اس 2. اظن في عندكم تجربه عملتوها مش هيك؟ عملتوها في المختبر. عندي هون راح افترض هاي الدوت كونفنشن مهم في الترانسفورم. الدوت كونفنشن بقول لما يكون عندي الفولتج بوزيتيف على الدوت تبعت البرايمري راح يكون الفولتج بوزيتيف على الدوت تبعت السكندري. اذا الفولتج لما يكون بوزيتيف هون ونيجاتيف هون على البرايمري، هاي مهمه الدوت لانه بدون الدوت ما راح اعرف الفيز بالضبط. اوكي تمام، هدول بيكونوا ان فيز، وفي عندك اثبات طويل تقدر تثبت ليش هم ان فيز، ليش هذا الفولتج اللي موجود هون راح يكون ان فيز مع الفولتج هذا وان فيز. ماشي، واضح هاي النقطه؟ راح يكونوا ان فيز. الفولتج اللي بحطه هون راح يمشي كرنت. هلا الكرنت ما راح يكون ان فيز مع الفولتج ولا الفلكس راح يكون ان فيز مع الفولتج، بس الفولتج النهائي اللي راح ينشا عندي هون راح يكون ان فيز مع الفولتج اللي حطيته هون مع الفولتج اللي حطيته هون. ماشي واضح؟ اذا شو بتقول الدوت كونفنشن؟ الدوت كونفنشن بقول انه الفولتج لما يكون بوزيتيف على الدوت تبعت البرايمري، الفولتج بيكون الفولتج بوزيتيف على الدوت تبعت السكندري وبوزيتيف على الدوت تبعت السكندري. او لما الكرنت يكون داخل في الدوت تبعت البرايمري بكون طالع من الدوت تبعت السكندري. اوكي، معكوسه بالنسبه لهي، اكتبها الدوت كونفنشن. وهذا بينطبق على اي ترانسفورمر مش بس الال في دي تي. الدوت كونفنشن، اذا وين برايمري فولتج از بوزيتيف ات the dot، ايش بكون السكندري فولتج؟ بكون كمان بوزيتيف at the dot. دكتور اثبات انه بيكونوا ان فيز بيكون عن طريق الكوفلنت سيركت. لا، بدك تصير تعمل تفترض انه هذا اندكتر بيور اندكتر، فالكرنت راح يكون لاجين باي 90 ديجريز، وبعدين عندك دي فاي على دي تي راح ترد تعطيك ادفانس باي 90 ديجريز. الاثنين بالغضاء. اوكي؟ بس في النهايه اذا هذا بيور اندكتر راح يكون عندك الفولتج مع الفولتج، بس الكرنت اللي ماشي هون لاجينج الفولتج اللي ماشي هون باي 90 ديجريز، والفولتج اللي هون بيكون ليدنج الفلكس باي 90 ديجريز، والفلكس ان فيز مع الكرنت. نعم. في اللاب اخذنا اول سكندري بيكون ان فيز وثاني سكندري بيكون اوت اوف فيز. ما هو احنا هلا الطريقه راح نوصلهم فيها، راح نوصلهم بحيث يكونوا معكوسين يلغوا بعض او يطرحوا من بعض يعني.
لانه انا اذا حطيتهم اذا يعني راح اطرحهم الاثنين هلا كيف راح اطرحهم الاثنين بعض اذا حطيتهم هيك راح يجمعوا جمع مزبوط فبدي احطهم بحيث يكون الدوت هون بهاي الطريقه هلا في اكثر من طريقه للبروسيسنج تبعته بس خليني اكمل هاي كل وقف فاهم هاي دوت كونفنشن ركزوا على الفولتج الكرنت راح يكون معكوس الكرنت بقول اذا كان الكرنت داخل في الدوت على البرايمري ايش راح يكون بالسكندري طالع من الدوت بس الفولتج اذا كان بوزيتيف على الدوت على البرايمري راح يكون بوزيتيف على الدوت تبع السكندري هاي اسمها الدوت كونفنشن في كل الباور سيستمز ما تشتغل مع الباور سيستمز لازم يكون في عندنا بكل الترانسفورمرز مستخدم في الباور سيستم طيب هلا نرجع شوي قبل هلا هذول راح اشبكهم اذا بدي اشبكهم بهاي الطريقه واخذ اوتبوت جاهز من هون بقدر اخذ اوتبوت جاهز من هون بحيث اني اطرحهم انا طرحتهم لاحظوا ليش طرحتهم هاي الدوت طبعا هاي تابعة للبرايمري حطيت الدوت والدوت وشبكتهم معكوسين فكاني طرحت واحد ناقص الثاني هلا اطلعوا مره ثانيه هون بس نراجع مبدا العمل انا عندي اذا في عندي ترانسفورم في انا عندي هون كويل في عندي عفوا كور ماجنتيك كور الماجنتيك كور راح يحسن الكابلينج ما بين هذا الترانسفورمر وهذا الترانسفورمر او هذا الترانسفورمر وهذا الترانسفورمر انا عمالي ماسك الكابلينج هذا اللي هو فيرو ماجنتيك ماتيريال راح انزل الريلكتنس تبعت الماجنتيك سيركت فلما بحركه هيك بعطيني جود كابلينج بين هذول بكون الكابلينج لسه ضعيف ما بين هذول فالفولتج هون راح يكون اكبر من الفولتج هون اتذكروا انه هذا اللي طالع من عندي هون اي سي مش دي سي واللي داخل هون فولتج اي سي بعدين ببدا بحرك هاي لما هذا الكابلينج يصير بالنص تماما راح يصير الفولتج الانديوس هون مساوي للفولتج الانديوس هون ثم الاثنين اي سي طب شو يعني اي سي واحد نيجاتيف للثاني شو بتكون العلاقه بينهم 180 درجه الكل واضح ليش 180 درجه لما انا باخذ اي سي فولتج وبضربه في ماينس شو بيتحول هلا هذول اذا جمعتهم عندي هذا لما كان ماكسيمم مساوي لهذا ماكسيمم مزبوط وهذا ماكسيمم مساوي او عفوا هذا عند القيمه هاي مساوي لهي هذول الاثنين اذا بجمعهم شو راح يعطوني زيرو فكاني انا ضربت في ماينس وجمعت ضربت في ماينس وجمعت والضرب في ماينس في الاي سي سيركتس او في الاي سي ويف فورمز ايش معناه شيفت باي 180 ديجريز لانه انا مش زي الدي سي اعرف اقول انه هو بوزيتيف او نيجاتيف ما الاي سي بطبيعته مرات بوزيتيف مرات نيجاتيف مش هيك اذا الضرب في ماينس 1 هو عباره عن 180 ديجريز فيس شيفت في الاي سي سيركت اذا نرجع لهون هلا لما بكون عندي بالمرحله هاي لاتذكر انه هذا كويل يمكن يكون في 10,000 50,000 30,000 لفة بنحكي عن عدد لفات هائل لافينهم احنا هيك بهذا الاتجاه طبعا هون البرايمر لما ممرر انا هون بتكون عندي فلكس طبعا هذا الفلكس مش كونستنت لانه كل ما تغير الكرنت من هون ايش بيصير بالفلكس من هون بتغير وهذا الفلكس بعدين راح يعمل حسب فاراداي من هون راح يعمل اورستد على فكره هو العالم اللي اكتشف الظاهره المعاكسه شو هي الظاهره ايش اورستد اكتشف 1820 انه الكرنت لما بكون في عندي كرنت في كويل بيكون ماجنتيك فلكس ما كانت العلاقه واضحه زي ما احنا واضحه بالنسبه لنا هلا اورستد اللي هو عالم اظن دنماركي اكتشف انه لما كان هو الكرنت يمرر كرنت يتكون ماجنتيك فلكس وطول ما الكرنت مر ايش يصير في البوصله كان تنحرف البوصله حسب اتجاه لما يشيل وما في ديريفاتيف هون مزبوط اذا في كرنت في فلكس مش شرط يكون الكرنت يتغير ماشي واضح حسب هذا القانون لو انا جبت كويل ومررت فيه كرنت راح يضل في عندي فلكس طول الوقت حتى لو هذا الكرنت دي سي مزبوط 1831 ايش فاراداي اكتشف الظاهره المعاكسه انه اذا كان عندي فلكس بس لازم بتغير الفلكس هذا ايش بتكون عندي فولتج بس هون في عندي دي فاي على دي تي لازم يكون دي فاي على دي تي اذا الظاهره الاولى انه انا لما مررت كرنت في هذا تكون عندي فلكس لاني حطيت كرنت اي سي ايش صار عندي هون الفلكس الفلكس عماله بتغير هيك وبتغير هيك وزي ما انت سالت مين اللي سال سيف هذا الكرنت راح الاقي 90 ديجريز اوت اوف فيز مع لاني افترضت انه هذا بيور اندكتنس هو مش بيور اندكتنس بس افترضت انه بيور اندكتنس هذا الفلكس هلا اللي بتغير هون مش بصير في كابلينج بينه وبين اس 1 فبنشا عندي فولتج كبير هون وهون ايش بكون صغير مزبوط هلا لو طرحت هذا ناقص هذا النتيجه بضل عندي بوزيتيف او ان فيز هلا كلمه بوزيتيف مشكله شوي في الاي سي بوزيتيف يعني ان فيز مع هذا او ان فيز مع هذا اللي هون بديت احرك هلا هذا لما حركته هون شو صار بهذا نزل وهذا هلا لو جينا اخذنا الحركه خلينا احط الحركه بشكل احسن ما رسمناها المره الماضيه راح احط البوزيشن هون هيك يتحرك معاه بهذا الشكل فلما يكون هلا هون اذا بدي ارسم الفولتج تبع اس 1 خلينا نرسم الفولتج تبع اس 1 راح يكون في له قيمه هذا في اس 1 راح اسميه
لما يبدا يقترب هذا الكويل من هون مش راح يزيد الكابلينج؟ طبعا انا هون ماخذ البيك تبعه، ما بقدرش ارسمه كاي سي، بدي اخذ البيك تبعه، راح يكون هي اس 1 هون مزبوط. هلا لاحظوا بعدين لما هذا ينتقل للنص راح يوصل قيمه، راح يوصل قيمه عاليه، بعدين راح ينزل لقيمه راح تكون اعلى من هاي القيمه. نرسمها، انا ارسمها هيك. هلا هذا ما راح ينزل لزيرو، راح ينزل لقيمه مساويه لهاي القيمه. او اذا بدنا نرسمه بشكل احسن خلينا ارسمه بهذا الشكل هيك. فلما انا بس هون اس 1 بس راسم في اس 1، هاي اس 1 لما يكون بعيد في له قيمه، في كابلينج حتى لو فيش فيرو ماجنتيك رود، لما بدات تقترب بدا يتحسن الكابلينج. لما وصلت عند النص كانت الماكسيمم، فيمكن لازم ارسم هاي الرد، هاي لما وصلت هون كانت هذه. خليني انسى هذا منهم. اوكي ماشي واضح. يعني لو انت هلا حطيت هون اوسيلوسكوب على السكندري هو فيش رد، مش في فولتج، راح يكون ما راح يكون زيرو. هذا اس 1، انا بحكي بس عن في اس 1 هلا. تكون شفتت شوي لليمين هاي، لازم تكون مسنتره حوالين الهاي. ماشي اوكي. لو افترضت هاي مركز الرد، هاي بتمثل مركز الرد، راح تكون هيك قصدك مش هيك؟ او لا، انه تكون البيك تبعتها محل الفي او، في بي او، لانها ما بتصير على النص بالضبط، لازم تكون زيرو صح؟ لا الزيرو هو في اس 1 ماينس في اس 2، انا بس عم برسم هلا في اس 1 بس. الفي اس 1 اللي قصدها تكون في اس 1 لما هاي تكون بالنص تماما هون تكون ماكس، راح تكون ماكس. مزبوط مزبوط كلامك، راح تكون شيفتد صح؟ راح تكون شيفتد هون منطقه هون بالنص صحيح. فلما تكون هيك مثلا وهيك، مش هيك قصدك؟ تمام. هذا في اس 1. هلا اذا اخذت في اس 2 راح الاقي انه في اس 2 بتكون قيمته نفس الشيء، بس ايمتى بصير البيك تبع في اس 2؟ لما تكون هاي هون. فبصير عندي في اس 2 وهاي في اس 2 من هون. هلا اذا بدي اطرح الاثنين من بعض، لو طرحت في اس 1 ماينس في اس 2 ايش راح يصير بفي اس 2؟ راح تنقلب، راح تصير ماينس. راح اترك هذه في اس 2 من هون. هلا اذا جمعت هذول الاثنين من بعض او طرحتهم، جمعت هذا بلس مع ماينس ايش راح يعطوني؟ زيرو. هلا عند النقطة هاي راح يبدا هذا يزيد، وبعدين مع النقصان في هذا راح يعطيني قيمة من هون هيك، وهاي النقطة في المركز. فهذه هون راح تكون زيرو، هاي راح تكون زيرو. لما تكون الرد مش موجودة، هذا مساوي لهذا أو هذا مساوي لهذا، فراح يعطيني هون زيرو. ولما أشيل الرد وأسحبها وأشيلها تماما راح تكون زيرو. في فترة انتقالية فيها asymmetry، لما تكون الرد أقرب ما بين S to S1 وهذه هون S2 وهذا P، لما تكون الرد أقرب ما بين P و S1 راح تكون هاي positive. بعدين لما بوصل بالنص بالضبط بتصير هذا الفولتج مساوي لهذا الفولتج مزبوط. فبصير بطرح الاثنين بعض ايش راح تعطيني؟ زيرو. بعدين لما بدا بسحبه من هون مين راح يصير اكبر الان؟ S2 راح يصير اكبر من S1، فبده يصير نيجاتيف. طب احنا عم نحكي نيجاتيف يعني الفيز. تمام. وبعدين هون راح يرجع عندي على زيرو. مين المنطقة اللي بتهمني؟ اللينير رينج. هاي اللينير رينج، هذه هي ستروك. فهاي إذا كانت مسافة ديستانس من هون، هاي ستروك تبع الـ LVDT. هاي ما بستفيد منها ولا هاي بستفيد منها. هلا انا هون بامكاني من الاشاره تبعت الاوتبوت اعرف بالضبط هو بوزيتيف ولا هو يمين ولا للشمال مزبوط. يعني ما بكفي اني اخذ الفولتج، اذا اخذت الفولتج ما بعرف هل الفولتج هو هون ولا هون. يعني لو عملت هاي هون الاشاره بس طرحتهم واخذت الابسولوت فاليو، ما بقدرش اميز يمين او شمال. مين اللي بخليني اميز يمين او شمال هون؟ انه في اس 1 اكبر من في اس 2 ولا اصغر من في اس 2. ولذلك احنا ممكن نطرحهم او ممكن نعالج كل واحد منهم لحاله. انتوا احكوا لي هلا ايش ممكن الطرق المعالجه، كيف ممكن اعالج؟ هل هاي الاشاره جاهزه بشكلها هذا حتى تعطيني الديسبيسمنت؟ لا. هاي الاشاره ايش شكلها راح يكون؟ راح تكون في البدايه زيرو مزبوط؟ بعدين راح تبدا تزيد، راح يصير شكلها زي هيك، بعدين راح تزيد يصير شكلها زي هيك، بعدين راح ترد تصغر مره ثانيه يصير شكلها زي هيك. لما الرد تتعدى نقطه المنتصف ايش راح يصير شكل السيجنال هاي؟ معكوس. راح تصير نيجاتيف بالاي سي، راح تصير هيك
هتصير هيك وبعدين رح ترد تصغر مره ثانيه. مضبوط. جيب ريكتيفاير مع كومباريتر ممكن تصغر. هلا ممكن انت تعمل ريكتيفاين لهاي. اسهل شيء اعمل ريكتيفيكيشن لهاي، اعمل ريكتيفيكيشن لهاي، احول هاي لدي سي واحول هاي لدي سي واطرحهم الاثنين من بعض. ايش المشكله لما بدي اعالج الاي سي من هون؟ ايش لازم اعرف؟ اللي هو على انو شو اسمه الرد وين جاي، على اي طرف، على السكندري 1 ولا السكندري 2؟ هي المشكله هذه انها اي سي، فما بك يعني احسن طريقه للمعالجه ايش اعمل بهذا الفولتج؟ اخذ هذا الفولتج وايش اعمل فيه؟ شو بقدر اعمل الان بهذا الفولتج اللي هون؟ ريكتيفيكيشن. اي نوع من ريكتيفيكيشن؟ بريسيجن ريكتيفيكيشن. بريسايز. بريسايز ريكتيفاير. مش بقدر اعمل لهاي بريسايز ريكتيفاير؟ مين متذكر البريسايز ريكتيفاير؟ بدك تخفف علي شوي بس عشان اسالهم. عفوا انا ما بدي اسكتك قلت هاي، بس بدي مشاركه منه هاي. شو البريسايز ريكتيفاير؟ اوب امب مع تو دايودز، او تو اوب امب مع تو دايودز، مش هيك؟ وهذا لانه بوزيتيف ونيجاتيف بدي استفيد منه كله. اذا شو بعمل؟ نحط اوب امب متذكرين ولا نسيتوا؟ مش عملنا هيك وعملنا واحد منهم انفرتنج وواحد نون انفرتنج؟ مظبوط؟ بستعمل بريسايز ريكتيفاير. ايش راح يعمل لي شو ميزه البريسايز ريكتيفاير؟ ليش ما بستعمل ريكتيفاير عادي؟ لانه هذا الفولتج ممكن صغير، صغير جدا، ممكن ينزل تحت ال 0.7، فراح اخسر 0.7 منه. فايش بستعمل؟ بستعمل بريسايز ريكتيفاير. ليش بالبريسايز ريكتيفاير استعملنا هذا وهذا؟ هذول الجزئين، واحد بياخذ البوزيتيف واحد باخذ النيجاتيف. اذا راح اخذ هذا الجزء اللي موجود هون وراح احطه في بريسايز ريكتيفاير بي ريكتيفاير. هذا البريسايز ريكتيفاير ايش راح يعطيني على الاوتبوت؟ كيف ممكن اتخلص من هذا الريبل؟ كاباسيتر او فلتر، مش هيك؟ بقدر احط لو باس فلتر. اذا حطيت لو باس فلتر على هذا بقدر اتخلص من شو راح ينتج عندي بالنهايه؟ الاوتبوت من هذا ايش راح يكون؟ دي سي. اي دي سي بالسيجنال؟ من وين راح يجي الدي سي اللي بالسيجنال؟ الافرج. تمام. اذا هاي السيجنال بعد ما مررتها في البريسايز ريكتيفاير راح امرها على فلتر، راح تعطيني الافرج. ايش الافرج علاقته في البيك تبع هاي الويف فورم؟ تذكرين؟ في بيك على على باي على اذا هون راح يكون عندي في افرج بيساوي في بيك على باي على 2. شو بعمل هلا بهاي الدائره؟ نفس الشيء، ناخذها بنحطها في بريسايز ريكتيفاير وبعدين بمررها. هاي مررتها في لو باس فلتر. لو باس فلتر كل متذكر شو بيعمل اللو باس فلتر؟ ايش بيشيل لي؟ اللو فريكونسيز. خلي اللو فريكونسيز بمررهم وبمنع الهاي فريكونسيز. هاي مكونه من دي سي واي سي، مزبوط؟ السيجنال هاي اللي طلعت معي مش مكونه من اي سي ودي سي ولا هي بس دي سي؟ دي سي واي سي. هاي السيجنال عباره عن اي سي ودي سي. الدي سي تبعها قديش قيمته؟ الافرج. والاي سي تبعها هو هاي الويف فورم اللي موجوده هون. لما مرها بلو باس فلتر ايش بضل منها؟ بس الافرج اللي موجود هون. وبعمل نفس الشيء هلا هون بريسايز ريكتيفاير هون وبحطها في لو باس فلتر. ايش بعمل بعدين؟ ايش لازم اعمل الان؟ ديفرنس. بدي ديفرنس. اذا ايش بدي اعمل؟ بدي اطرح هذا ناقص هذا. اذا الاشاره طلعت بوزيتيف معناها في اي منطقه موجود الرد؟ اليمين. مظبوط. اذا طلعت الاشاره نيجاتيف وين بتكون الرد؟ اوكي ماشي. اذا المراحل احسن مرحله لانه الثانيه بصير بدها سينكرونس، بدها سينكرونس كومباريسون. هاي اسهل شيء بعمل بريسايز ريكتيفاير، بريسايز ريكتيفاير، لو باس فلتر، لو باس فلتر. طبعا هذا راح يطلع نيجاتيف معي او راح يطلع معي بوزيتيف لانه راح اخذ الدوت من هون وبعدين راح اطرح الاثنين من بعض بديفرنس امبليفاير، فبيطلع معنا فولتج، الفولتج بتناسب مع هدول. ماشي واضحه؟ الكل فاهم؟